اخوان السلام عليكم، كيف حالكم؟ كلشي مزيان؟ غادي نمشي عند احسن حلاق في ميلانو، كاين فيا فورس ارماتي سيمو. غادي تندم علاش ما جيتيش معاك الحرفه اللي هنا لايطاليا، والله حتى تندم بالله. كيف ما كيقول لك الحلاق هما غير كيضحكوا بها، ولكن بصح كيفطر بفلوس والله الا فعل النيت. ربعة الناس خدامين في محل واحد وما غالبينش على الكليان، وبالمناسبه غادي ندخل عنده عشان كل مره كنعيط ليه واش كاين نوبه لا واش نجي ولا اليوم ما عيطت ما والو. غادي نمشي عنده هكاك النوبه لداخل وعلى برا، وكيف ما قلت لكم بالمناسبه غادي نسولو واش كاين شي خدمه لواحد الولد من الدرب عندنا، بلاصه المدينه اللي كنسكن فيها من الدرب عندنا، يلاه جا لهنا لايطاليا وكيقلب على الحلاقه. غادي نسولو، كان شي بوست معاهم هي هذيك ما كانش. المهم غادي نخي سيمو، شكرا لك بزاف. غادي نصور هاد النمره هادي، صور النمره صافي هو يعيط لي. شكرا بزاف، الله يخليك حافظك. المهم ما حلقتش علاش؟ وما ربعات المعلمين، ربعات يعني ربعه اللي كيحسنوا ربعه، وخاصني نتسنى ساعه ونص. المهم اننا خدينا النمره، السيد يعيط المحل الاخر يشوف واش عنده معاه، يعني واش كاين شي خدمه ولا ما كايناش. كيف ما قلت لكم اخوتي راه ضروري الحرفه هنايا، الا ما جاتش الحرفه معاك غادي تنضم، بالاخص حلاق ميكانيك بلومبي سودور السباق البناي والناس اللي كتسوق هذاك الكلارك تعلموا ليه، راه واخا عندك البيرمي تما غتجي هنا ضروري خاصك تدوز الكورسو. اي حرفه مزيانه لك هنايا، الا جيتي بلا حرفه بلا والو راه غادي تندم، ولا كنتي معول على كتافك. راه بزاف الناس هنايا معول على كتافها ودماره، هما راه بغاو هنا يد اللي تكون متكونه ومعلمه وعندها حرفه تخدم من نهارك. المهم غدا ان شاء الله غادي نرجع عند خويا سيمو ان شاء الله، وغادي نحاول انني نجي بكري حقاش كاين الناس بزاف بالاخص السبت والحد، وحنا عندنا غير هاد اليومين راحه السبت والحد مع الخدمه، نجي وغادي نحلق عدو ان شاء الله. المهم الاخوان الحرفه الحرفه الحرفه، واللي اهم وهو انني خديت النمره الولد الدرب ان شاء الله، غادي نعطي النمره باش انه يعيط لهاد الحلاق هذا. الله يعاونكم، دوزوا بخير الاخوان، ناركم مبروك.